السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية بالمغرب إن شاء الله أمطار غزيرة وقوية إن شاء الله سوف تشهدها المملكة. فأمروا مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا المدن المعنية بالتفصيل. بغيت ربي يسعدكم خوتي، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا القناة، وسوف نقدم لكم كل شيء بالتفصيل الأخير، تحديثات النماذج الطقس العالمية بإذن الله. بالنسبة لتوقعات الفترة المسائية بإذن الله، فيتوقع تساقطات أمطار على أقصى شمال المملكة مع انخفاض من حدود درجة الحرارة. أمطار حاضرة على طنجة، أصيلة، تطوان، شفشاون، العرائش، للميمونة، وزان، إساقن. قد تكون كذلك بعض التساقطات المطرية على الناظور وبركان ووجدة، تبقى ضعيفة محليا بالنسبة إن شاء الله كذلك وعلى أبو عرفة. بالنسبة ليوم الخميس سوف تستمر هذه التساقطات المطرية مع تقدم أمطار غزيرة خلال الأيام القادمة، وسوف نقدم لكم كذلك المدن المعنية ليوم الخميس فترة الصباحية، فهي طنجة وتطوان وأصيلة والعرائش شفشاون للميمون سيدي علال التازي وتاونا إساقن بإذن الله. بالنسبة لباقي المناطق الأخرى ستكون أجواء نسبيا صافية إلى قليلة السحب. فترة الليلية فيتوقع استمرار بعض التساقطات المطرية في أقصى شمال المملكة. يوم الجمعة بإذن الله دخول اضطراب جد قوي بإذن الله على المملكة، سيؤدي إلى أمطار عاصفية على عدة مدن من المملكة. المدن المعنية فهي الفنيدق، المضيق، طنجة، أصيلة، تطوان، العرائش، للميمونة، شفشاون، وزان، إساقن، فريط بو محمد، سيدي سليمان، سيدي علال التازي، والرباط، بن سليمان، الروماني، القارة، برشيد، دار بيضاء، أسطاتش، ولاد فرس، سيدي بنور، آسف، يا سيدي خميس ود الحاج. يتوقع إن شاء الله فترة بعد الزوال لاستمرار الأمطار الخير، أمطار غزيرة معتبرة على المملكة، ولله الحمد أمطار حاضرة على الناظور، الدريوش، الحسيمة، إساقن، شفشاون، تطوان، طنجة، أصيلة، العرائش، للميمونة، وزان، سيدي علال التازي، قرية بو محمد، سيدي سليمان، الرباط، الخميسات، فاس، تهلا وتازا بإذن الله، وبن سليمان، الدار بيضاء، برشيد، القارة، سطات، ولاد فرج، الجديدة، سيدي بنور، الوالدية، اليوسفية بإذن الله، والبروج، وادزم، خريبكا، وخنيفرة، وزوج الشيخ، وكذلك أمطار حاضر على والماس وإفران، تساقطات مطرية معتبرة إن شاء الله. يتوقع إن شاء الله فترة الليلية استمرار الأمطار وانتقالها للجهة الشرقية، الواجهة المتوسطية على جرادة وبركان والسعيدية والناظور، الدريوش، وساكا، وأكنول، وكذلك الحسيمة، وإساقن، وتاونات، وتهلا، وفاس، ومكناس، قرية بو محمد، وتاونات، وأمطار حاضر سكورة، متاز، وعاطف، وإفران، وفاس، ومكناس، وكذلك الخميسات، والماس، الروماني، خنيفرة، واتزم، خريبكا، والقارة بإذن الله، وكذلك زوج شيخ وابني ملال بن قرير، وربما تصل حتى اليوسفية. بعض التساقطات المطرية على آزيلال وأكادير وعشيبة وتبانت، ربما تشهد كذلك تساقطات ثلجية فوق المرتفعات. بالنسبة للفترة الليلية يتوقع استمرار الأمطار على مرتفعات الأطلس والجهة الشرقية على وجدة بإذن الله، وجرادة وتوريت، وكذلك على تهلا وسكورة ممتاز وإفران، خنيفرة، زوج الشيخ، ابني ملال، إيمل شيل، تومفيت، آزيلال، أكادير وعشيبة، أوكيمدن، أمزميز، إيمل جانوت، أمطار معتبرة بإذن الله. يتوقع إن شاء الله يوم السبت استمرار بعض التساقطات المطرية على مرتفعات الريف، تبقى نسبيا أمطار ضعيفة محليا، ويتوقع يوم كذلك فترة المسائية أجواء نسبيا مستقرة إلى قليلة السحب. يوم الأحد سوف تكون أجواء كذلك مستقرة، سنرى إن شاء الله التوقعات البعيدة، فهي كذلك يوم الثلاثاء دخول أقصى شمال المملكة بعد تساقطاتها المطرية. يوم التوقعات البعيدة المدى يوم الأربعاء كذلك أمطار حاضرة على شمال المملكة بإذن الله. يوم الجمعة فهذه التوقعات ما زالت بعيدة المدى، ربما تتغير ويبقى عموم الله.